يا زلمة حدا بيكره المقاومة؟ شو عملت لك حماس؟ قتلت لك قتيل؟ لا أنا ولا أي فلسطيني ضد فكرة المقاومة. حالة المقاومة شعبنا الفلسطيني بشكل حالة اصطفاف والتفاف حولها من أكثر من 75 سنة بدون أي إشكال على الإطلاق، مستعدين للتضحية، مستعدين لدفع الثمن، مستعدين للاصطفاف الكامل بجانب أي إنسان يضحي لأجل شعبه. ولكن حركة حماس تشكل حالة مختلفة. حركة حماس زي ما هي حركة تحررية تناضل ضد الاحتلال، هي كذلك جهة حاكمة مسؤولة عن حياة 2 مليون إنسان في قطاع غزة. قدمت على مدار السنوات السابقة، على مدار 17 عام، نموذج فاشل في الحكم كان عنوانه قتل ما يزيد عن 600 فلسطيني، اعتقال عشرات الآلاف من معارضيها السياسيين وزجهم في السجون، إطلاق النار على الأرجل، تحويل قطاع غزة لبيئة طاردة لسكانها، وحتى على مستوى كونها حركة مقاومة فشلت بتجنيب الجبهة الداخلية الحد الأدنى من الأضرار، فشلت في تدعيم صمود الجبهة الداخلية بالحد الأدنى. خضنا معركة شاملة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ونتفاجأ بعد يوم واحد لا يوجد إبر بنش في المستشفيات. هل هذا الوقت هو الوقت المناسب لهذا الحكي؟ يعني اليوم في حرب غزة عم تطحن. احنا في عام، اولا مهم انه احنا نذكر انه هاي ليس الحرب الاولى التي نخوضها في قطاع غزة. خضنا عام 2008 و2012 و2014 و2021 وجميعها تجارب مكررة ومستنسخة بدون ادراك الحد الادنى من محاولة استخلاص العبر والتقدم بالنتائج بشكل مختلف عن التجارب السابقة. السؤال الصح، هل يجب ان ننتظر ان نباد كفلسطينيين في قطاع غزة حتى انه احنا نقدر نقول بكفي ووقف وهي الاستراتيجية المتبعة خاطئة؟ البعض لما يشوف فيديوهاتك امجد بحس انك انت عم تقسى على افراد حركة حماس، يعني وكأنهم ليسوا فلسطينيين. اولا من حيث المبدأ صديقي اسامة، انا لا اجرد اي انسان من فلسطينيته على المطلق. ليس لدي مشكلة على المستوى الشخصي مع ابناء حركة حماس، لدي مشكلة مرتبطة بالايديولوجيا وبالفكرة التي تحملها حركة حماس والتي عنوانها رفض الآخر. لدي مشكلة بفكرة عدم تقبل النقد، لدي مشكلة بفكرة الارتهان للخارج، وأن أتحول كفلسطيني لسلعة رخيصة في مزادات مخابرات الدول الإيرانية وغير الإيرانية والتركية وغيرهم. هاي هي المشاكل الأساسية اللي أنا بالنسبة لي موجودة تجاه حركة حماس. ليس لدي مشكلة مجتمعية مع أبناء حركة حماس. أنا بالنسبة لي أعتبر حتى الجزء الأكبر من أبناء حركة حماس هم فعليا ضحايا. طيب. هم أشخاص مؤمنين بفكرة ولكنهم ضحايا. اليوم إذا ما في حدا عم بيساعدهم إلا إيران وحزب الله وهذا المحور، شو يعمل؟ ما هو شو وجه المساعدة أو أشكال المساعدة؟ هنا السؤال الجوهري، ماذا تقدم إيران؟ ما بدي أحكي للشعب الفلسطيني، ماذا تقدم إيران لحركة حماس نفسها؟ هل على مستوى التسليح على سبيل المثال أظهرت حركة حماس على مستوى التسع شهور السابقة تقدم نوعي؟ الأسلحة التي تستخدمها حركة حماس كان لدينا في عام 82 أثناء اجتياح لبنان أسلحة أكثر تطورا منها. هل زودتنا إيران بالأسلحة التي زودتها للحوثيين؟ هل زودتنا بالأسلحة التي زودتها لبشار الأسد لإبادة الشعب السوري؟ يعني فيها أبعاد طائفية أنت شايف؟ لا، يعني لا أريد أن أجزم بذلك. حركة حماس لا تتعامل بشكل طائفي. قصدي أبعاد طائفية من ناحية دعم إيران. الدعم الإيراني مرتبط بالمصالح. إيران علاقتها فينا كشعب فلسطيني مرتبط بمصالحها المتعارضة في بعض الأحيان مع الأمريكان، المتعارضة في بعض الأحيان مع الإسرائيليين. هاي ورقة تستخدمها إيران للضغط على الأمريكان من خلال أنه أنا سنقض العلاقة أو يعني رح نضايق حليفكم اللي موجود بالشرق الأوسط. ورأينا على سبيل المثال أثناء محادثات فيينا، على سبيل المثال اللي كانت متعلقة بالملف النووي، استخدمت الجهاد الإسلامي كورقة ضغط على الأمريكان في هذه المفاوضات. ولم يخجل على سبيل المثال إسماعيل هنية أن يتحدث علانية عبر قناة الجزيرة أنه نحن نحقق مصالح إيران في المنطقة بأنه في قواسم مشتركة. ولكن أنا لا أرى مقابل أو مردود من هذا الدعم علينا كشعب فلسطيني. بمعنى إيران لم تساهم بشكل مطلق لا ببناء مدرسة ولا ببناء مستشفى ولا ببناء أي شيء داخل فلسطين. لم تساهم بتوفير منحة طلابية واحدة لأي طالب فلسطيني. ما جلبته لنا إيران فقط أن نرتبط، ولا حتى مساعدات صحية. لم توفر إيران أي شكل من أشكال المساعدة سواء الصحية أو الإغاثية أو التعليمية أو أي بند من بنود الحياة المتعلقة بالحياة سواء لقطاع غزة أو للشعب الفلسطيني بالعموم. هذا الشيء لم نلمسه على الإطلاق. رأينا على سبيل المثال الكثير من المستشفيات سواء الخليجية أو غير الخليجية والعربية، رأينا المدارس، رأينا كذا، ولكن على مستوى إيران لم تقدم للشعب
الفلسطيني شيء يذكر على الإطلاق. أنا بعرف أنه عم يجي ببالكم سؤال هلأ، بعد اللي عملته حماس في 7 أكتوبر رجعت القضية الفلسطينية كمان مرة على الطاولة بعد أن أدرجت في الرفوف؟ أنا بقترح لو السنوار طلع قدام أي سفارة وتعرى كقائد فلسطيني، سيكون عنوانه في الأخبار قائد فلسطيني يتعرى أمام السفارة الفلسطينية، فسيعيدها إلى الطاولة. شو معنى أنه عادت للطاولة؟ هذا شيء مهم جدا. يعني شو معنى أنه تصير مظاهرة على سبيل المثال في كاليفورنيا تكلفك 50,000 شهيد؟ هذه نقطة معادلة مهمة جدا، أنه فكرة مقايضة الدم لاعتبارات سياسية لا تذكر، لا تؤتي بأي نتائج فعليا. إحنا اليوم لما بنيجي بنحكي عن نتائج واقعية وملموسة، أولا من حرك هذه، إذا افترضنا أن هناك إنجازات فهي الإنجازات تحققت بفعل حجم الدم الفلسطيني. إذا ما بين قوسين افترضنا أن هناك إنجازات، إذا افترضنا أنه خروج مسيرة هنا أو مسيرة هناك أو تناول الإعلام بشكل أو بآخر، فيجب أن يكون السؤال هل 50,000 أو هل مظاهرة تستحق دماء 50,000 شهيد؟ هل حديد وسيلة إعلامية أو أخرى عن القضية الفلسطينية تستحق 50,000 شهيد؟ هل نجحنا بتحقيق تحرير شبر واحد من الأراضي الفلسطينية؟ هل فعليا تقدمنا خطوة واحدة إلى الأمام بشكل واقعي؟ بعيدا عن العبارات الإنشائية اللي بتحدث عن إنجازات ما بعد 7 أكتوبر يذكر لنا شو شكلها، إلا إذا كان بيعتبر أنه لأجل خروج 1000 ولا 2000 أو مليار يهتفوا لفلسطين، فلازم لأجل هذا الهتاف نقدم 50,000 إنسان. هاي المظاهرات وهاي الاعترافات الدولية كلياتها خطوات في طريقنا للدولة الفلسطينية أمجد. أولا فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، هناك ما يزيد عن 130 دولة تعترف بفلسطين ما قبل 7 أكتوبر، هذا من حيث المبدأ. أضيف إلها 3 دول فقط لا غير، والـ3 دول اللي اعترفت بدولة فلسطين أدانت حماس ومن ثم اعترفت بالدولة الفلسطينية، فبالتالي ليس استنادا لإعجابهم بالمعركة الأسطورية اللي خضتها حركة حماس. بالإضافة لنقطة مهمة جدا، إحنا قبل كنا بنتحدث عن كيفية التقدم بعملية تحرير الأرض والوصول للدولة، الآن إحنا قاعدين بنفاوض صديق أسامة على نقطة مهمة جدا، على كيفية تحرير معبر رفح، على كيفية تحرير شارع الرشيد. الآن إحنا كل ما يعني بتفكيرنا في قطاع غزة وحتى الوفد المفاوض لحركة حماس، الشيء الذي يفاوض عليه كيف أن يعيد من هم في جنوب قطاع غزة إلى شمالها، كيف أن يساهم بعملية إخراج الإسرائيليين من معبر رفح. فبالتالي الدولة الفلسطينية من حيث الجانب الموضوعي والواقعي أصبحت خارج حسابات الساسة وأصبحت خارج حسابات طاولة المفاوضات. يعني أمجد سامحني، وبجوز كمان اللي عم بيشوفونا عم بيحسوا نفس اللي أنا عم بحسه، يعني هو بس أنت اللي مدرك لهي الحقيقة؟ يعني ما حداش بيعرف من أهل غزة؟ أولا في نقطة مهمة جدا، أنا جزء من عملية الترويج النسبي للفيديوز اللي صار على السوشيال ميديا كان من أبناء قطاع غزة. رقم 2، أنا بعتقد أنه أنا بجسد صوتير من العالم اللي موجودة في قطاع غزة اللي غيبتها بشكل متعمد قنوات إخبارية محددة وبعينها عملت على فكرة تسويق الفلسطيني وكأنه كائن أسطوري يعتاش على الدماء ويغرم بفكرة الموت. لا، أنا اللي بحكي وبرجع بحكي وبالعامية، إحنا في قطاع غزة بنحب الحياة زينا زي غيرنا، إحنا في قطاع غزة مش آلات موت، لا كنا ولا رح نكون ولا رح نقبل. وهذا الرأي السائد في غزة ليش؟ لسبب جدا بسيط، إنه إحنا بشر. طيب ليش ما أهل غزة يحكوا هذا الإشي؟ يعني يحكوا في الشوارع، ينزل مظاهرات ضد حماس ويحكوا. هو أولا في افتراض إنه هذا الشيء ما صار، بس هذا الشيء فعليا صار. أنا بفاجئك إنه في عشرات المظاهرات خرجت في شمال قطاع غزة وفي جنوب قطاع غزة وفي وسط قطاع غزة وفي أوج الحرب لرفضهم لهذا العدوان ورفضهم لهاي المعركة اللي بيعتبروا أنه هي ليس لها علاقة بأجندة فلسطينية وطنية، وهي سابقة لم تحدث في التاريخ الفلسطيني على الإطلاق أنه يخرج بعض المتظاهرين ويهتفوا يا نتنياهو يا سنوار وأن يوضعوا الاثنين بشكل متساوي. هذا شيء لم يحدث في التاريخ الفلسطيني ولكن حدث في قطاع غزة وبالتأكيد له أسبابه. رقم 2، ما زالت آلة القتل مستمرة في قطاع غزة، هناك العشرات ممن قتلوا على أيدي حركة حماس أثناء العدوان. أنا أسامة عيسى على منصة شيزو ميديا، وهذا أمجد أبو كوش فلسطيني من غزة يعبر عن رأيه. تحياتي لكل المستمعين، وبتمنى يكون في حوار جاد، وهكون مهتم جدا بقراءة الأسئلة اللي مطروحة. يعطيكم العافية. إذا حبيتوا المقابلة ممكن جدا نكررها، حطوا أسئلتكم، تعليقاتكم، اعتراضاتكم، أظن أنه أمجد حيتقبلها بصدر رحب. أكيد، يعطيكم العافية.